بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة جون أردن مايكل بوجك تركور، المجموعة كلها مسافات طويلة. بسم الله ما شاء الله، حمام مستورد، حمام كله أسرار وعزيمة، كله استوكات أسوام أبو سمبل، من أقوى الاستوكات اللي موجودة من سلالة جون أردن مايكل بوجك تركور المميز، من المستويات الأولى اللي معروفة اللي مش هتلاقيها عند حد خالص بفضل الله. حمام بيتكلم عن نفسه، سرعة، خفة، وشوقة، دماغ قوية. مايكل بوجك جون أردن تارتور، من أنقى المسافات الطويلة ومن أنقى الدماء. سلالة عليها عندها عزيمة وعندها أسرار، يمتلكها برضو أسطورة مصر الأستاذ أشرف أجرس، أول أسوان حاج سيد الجنايني بالتارتور. أنا بتكلم على جون أردن تارتور المسافات الطويلة، الحاج سيد الجناين برضو أسوانجي بالترطير، حاج أشرف أجرس بالترطير أسوان، ووليد الديب طبعا اللي هو أنا مثلا أسوانجية كلهم. الحمامة جمال، رشاقة، خفة، تحفة، طيران، سرعة، أجواء، حاجة بسم الله ما شاء الله. السلالة بتتكلم عن نفسها، وكل من باخد من جون أردن مايكل بوجك بيعمل منها استوكات قوية. والباب ده لما بتدخله على الفانوار روي أو الكايبر أو الماترن بيديك بواب قوية جدا. وديت السلالة دي انا مدخلها على سلالة ولوف سكاي اللي هي شاملة جون أردن مايكل بوجك تارتور، الفان والروي، وكايبر، الماتير، سلالة واي وولف سكاي. اما ديت دي بيور ودم نقي من هولندا، حاجة دماغ قوية ومستوردة مش هتلاقيها عند اي حد. شكرا.